خيمة يا خيمة يا خيمة يا خيمة لمت براح بظلها من يخدم الزغراء من يبكي لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية من كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الخيمة الحسينية. أسعد الله مساءكم أخوتنا وأخواتنا مشاهدي ومتابعي قناة الإمام الحسين الفضائية أينما كنتم، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج البيت الحسيني أو الخيمة الحسينية التابعة لمجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. رجعنا لكم مشاهدينا، واليوم حلقة جديدة إن شاء الله. هذه الحلقة مميزة بضيفها المميز، ألا وهو الأستاذ محمد الربيعي. حياك الله أستاذنا وشرفتنا إن شاء الله. حياكم الله، وإن شاء الله هذه حلقة تكون مميزة ويا جنابكم. أكيد مميزة بكادرها الجميل، بمقدميها، بمعديها، الزميل العزيز على قلوبنا معد البرنامج أستاذ أحمد ماضي، حضرتك ملا حسين وسيد عماد، فريق العمل كله إن شاء الله، هذا الفريق المتفاني، وكل العاملين في هذه المجموعة المباركة هم لا يدخرون جهدا حقيقة من أجل إيصال الصورة والصوت إلى المتلقي بشكل يتناغم ويتناسب مع متطلبات عصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد. يعني خلي تكون بداية، احنا مثل ما تعرف قناة دينية، قناة حسينية، أكثر برامجنا تكون برامج يعني دينية وإعلام حسيني، هذا يعتبر يعني ما رأيكم بالإعلام الحسيني وشو يحتاج هذا يعني الإعلام؟ ما يميز قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية هي قناة شمولية. اليوم المتلقي حقيقة بحاجة إلى تقديم القضية الحسينية ببطاقات ملونة، بطاقات تتناسب مثل ما ذكرت في بداية حديثي مع متطلبات عصرنا. وأقرب ما يكون المثل هو يجب علينا كإعلام حسيني أن نصدر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأئمة شموليين بكل شيء، يعني لا يقتصر عطائهم أو إشاراتهم على الجوانب الفقهية، الجوانب العقائدية، بل هم كانوا شموليين، لم يبخلوا عن الأمة بتعاقب الأجيال بأي إشارة أو أي معلومة أو أي بعد، سواء كان إنساني، اجتماعي، نفسي، تربوي، أخلاقي، ديني، فقهي، عقائدي، كل الأبعاد احتواها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بهذا المستند استندت مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، وانطلقت لتقدم باقة منوعة من عطاءات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نجد هنالك خصوصا بالسنوات الأخيرة، أنا ما لاحظت حقيقة يعني جملة من البرامج، برامج فقهية، عقائدية، توعوية، اجتماعية، نفسية، كلها ترتبط بعطاء وإشارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب أستاذ محمد اتفضل. اتفضل. ولذلك أنت قدمت برنامج معطاء نفع المجتمع على الصعيد العام والمجتمع الشيعي على الصعيد الخاص. احنا نروح حتى نعرف الجمهور انها على اي برنامج يتكلم، نروح نشوف مفصل او ملخص عن هذا البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي. بتربة اودع الله سبحانه وتعالى الشفاء فيها، ومن على أقدس بقعة في الأرض يعتلي صرح حسيني شامخ يطل على قباب القداسة ورياض الرحمة، ونستنشق من نوافذه عبق النبوة المحمدية
وعطر العفة الزينبية، صادحا بذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنها رجعنا وياكم مشاهدينا، وبعد ما شاهدنا هذا الملخص القصير عن برنامج نوافذ الحياة، هذا البرنامج اللي كان مفعم بالمعلومات اللي عالجت عدة مواضيع على في المجتمع. استاذ محمد، يعني برنامج جدا رائع، وانا اهنيك على الاعداد وعلى التقديم. يعني يستحق هذا البرنامج يعني انه يكون من اول البرامج. يعني شكرا للاطراء. حقيقه طبعا بدايه اشكر الاداره او القائمين على هذه المجموعه من سماحه الشيخ مصطفى محمدي، جناب السيد رضا الحسيني، جناب الاخ السيد بهاء الغرابي، محمد رضا بهنام، امير غفوري، كل الاخوه حقيقه القائمين على هذا البرنامج واللي يدعموه دائما وباصرار وتواصل وتوجيه مباشر من قبل سماحه الشيخ مصطفى محمدي. كانت بدايه البرنامج طبعا من سنتين ونص تقريبا بعده باكجات او بعده يعني دورات برامجيه. كنا نحرص دائما طبعا بدايه تاسيس الفكره كانت للزميل الاعلامي المخرج حسام الظواهري. يعني حقيقه كانت لمسات ابداعيه، وكان هو البرنامج الاول في هذه القناه، البرنامج الصباحي يحتوي على مجموعه من الفقرات. فكانت الفكرة جديدة حقيقة وفيها لمسات إبداعية، حتى فيما يخص التايتل، المقدمة والنهاية، الفواصل، الكارتات، الباكيجات، كل الأدوات المستخدمة في هذا البرنامج كانت بحرفية عالية وبهمة عالية أيضا. فكان الباكيج الأول يمكن حقق نجاح 100%، رغم أنه مثل ما تعرفون يعني كمقدمين برامج أو كمادة تلفزيونية برامجية بحاجة إلى تيست بداية. احنا مباشرة دخلنا لأنه كنا داخلين بقوة،
وكان هنالك انسجام بين الأسرة العاملة أكيد أو الكادر أكيد أو فريق العمل العامل في هذا البرنامج. فكان بداية الباكج الأول طبعا يقدم معي الزميل جاسم الهميم، استمرنا لمدة 6 أشهر، بعدها يعني تحول الأخ جاسم إلى تقديم برنامج آخر، حل مكانه أحمد خضر. استمر وياي أحمد خضر إلى يعني الموسم الأخير اللي أكيد اللي كان قبل رمضان تقريبا. نعم قبل رمضان. الآن حل مكانه بالمواقع الخارجية الزميل عمار غفار. نعم جيد جدا. طيب أستاذ عمار الله يحفظه طبعا. الله يبارك فيه. دائما انه عنده اضافات حلوه صارت بالبرنامج، برايك الاضافه اللي ضفتوها جنابكم مع الاستاذ عمار بتنفيذها هي فت فقره خاصه داخل هالبرنامج هاي واللي اسمها استكان شاي. استكان شاي. نعم. هي مو بس استكان شاي حقيقه، يعني عمار غفار هو الاخير او الدوره البرامجيه الاخيره اللي هي جاي تعرض الان على الشاشه من السبت الى الاربعاء في تمام الساعه 10 صباحا. حقيقة كل دورة برامجية كنا نضيف بل نغير تغيير جذري لفقرات البرنامج حتى لا يكون ملل يعني. فبالدورة البرامجية الأخيرة اللي الآن جاي تعرض مع بعد رمضان ارتئينا أنه يكون البرنامج أكثر شمولية يعني حتى يبتعد عن الجمود. فالإخوة في مجلس الإدارة والعاملين وفريق العمل ارتئينا أنه حتى التايتل يكون بهوية للبرنامج خاصة بالبرنامج. وجزاهم الله ألف خير الإخوة ما قصروا بهذا الموضوع، فصار تايتل خاص أيضا للبرنامج. الفقرات حرصنا على أنه تكون فقرات متعددة ما تقتصر على جانب واحد أو بعد واحد، مثل ما ذكرت قبل قليل أنه شمولية بالطرح المادة الإعلامية في الإعلام الحسيني حقيقة تحقق نجاح أكبر ومقبولية أكبر. اليوم إحنا خلينا نكون واقعيين، وسائل الإعلام المعتدل والهدام ووسائل الإعلام البديل تعيش في حالة تنافس مستمر، فعلينا احنا انه نكثف من جهودنا باعتبار انه الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه المرحلة بكل ما نحتاجه حتى نقدم مادتنا الإعلامية، مو بس اللي عامل في مجال الإعلام، في كل المجالات استاذ عماد. يعني اليوم الفرصة ونمتلك زمام المبادرة كمسلمين أولا، كمحبي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثانيا، فكان حري وضروري أنه عندما نمسك زمام المبادرة أن يعني نقدم كل إمكاناتنا من أجل أنه يعني نكون قريبين إلى المتلقي. فإحنا اليوم المتلقي بحاجة أولا إلى العفوية في الطرح، يعني اليوم لما أبتعد عن التشنج بالطرح وأبتعد عن بعض الأمور اللي لأنه الخطاب الإعلامي هو خطاب وسطي مو خطاب متكلف متصنع، فيبحث المتلقي اليوم عن العفوية بالطرح، يبحث عن التلقائية بالطرح، يبحث عن عناصر التشويق أيضا بالطرح. كل هذه الأمور المرغبات أو المجذبات احنا حرصنا على أنه تكون في البرنامج، في برنامج نوافذ الحياة. فبالتالي الجانب الآخر أنه كان لابد من التعددية في طرح المادة الإعلامية كبرنامج صباحي إلى كاريزما خاصة، مثل ما تعرفون أنه البرامج الصباحية دائما تبعث الطاقة الإيجابية للمتلقي، تبعث في النفس التفاؤل على اعتبار أنه بداية يوم جديد، فلازم أنه يكون عبارة عن مجلة صباحية متكاملة فيها عدة ألوان. ولهذا احنا حرصنا على أنه يكون في هذه الدورة البرامجية تقريبا 5 فقرات متجددة في فحواها بنظام القالب الواحد. فقرة فقه الأسرة اللي من خلالها نقدم مجموعة من الأسئلة الابتلائية أو المسائل الابتلائية الخاصة بالأسرة، شنو اللي تواجه المرأة ربة البيت من مشكلات فقهية، شنو اللي يواجه الشاب داخل البيت، الفتاة، الأب، حتى الطفل. فكل هذه المسائل نطرحها على أحد الفضلاء من مشايخنا الكرام اللي هو سماحة الشيخ إحسان الحكيمي بطريقة يعني عفوية تلقائية، يعني حتى طرح السؤال على سماحة الشيخ يكون كتابة طباعيا طبعا باللغة العامية الدارجة
حتى يعني ننقل رسالة أو ننقل هذا السؤال بلسان حال أحد أفراد الأسرة تحديدا، فيجيب عليه أيضا بطريقة مبسطة وعفوية من دون أي تعقيد. مثل ما تعرفون الثقافة الوسطية بحاجة إلى توضيح إلى تفسير. المحطة بالفعل. الأخرى بالفعل. أو الفقرة الأخرى هي محطات اللي من خلالها انسلط الضوء على الجوانب الفلكلورية التراثية أكيد. جوانب الإبداعية الإيجابية بالمجتمع أيضا يعملها الزميل عمار غفار. أستاذ محمد، نعم. إحنا لاحظنا في البرنامج يعني فقرات خاصة بالأطفال ومنها مقاطع نعم. عربية بالدورة يعني السابقة شو كان. الهدف منها نعم. وكيف يكون انتخاب هذه المقاطع؟ احنا مثل ما قلت لك يعني دائما نحرص على انه كل افراد الاسرة يكون لهم حصة بهذا البرنامج اكيد يعني بشكل عام، مو فقط الشريحة واحدة او هسه احنا اليوم لربما تصنف البرامج خصوصا الحوارية بالفعل. البرامج السردية المجلة التلفزيونية لربما البعض منها يخاطب فئة واحدة أو شريحة واحدة وتكون البعض منها لربما نخبوية صحيح. احنا باعتبار انه كبرنامج صباحي لازم كل فرد من أفراد الأسرة يكون له حصة أكيد. حتى الأطفال احنا حرصنا على انه يكون لهم حصة بالدورة البرامجية السابقة اللي ما يعني في رمضان وفي ما قبل رمضان كانت هنالك حصة وفقرة للأطفال خاصة بإبراز مشاركاتهم واستقبال مشاركاتهم. جميل جدا، يعني اليوم نشوف أنه من الضروري تكون فقرات أو برامج خاصة للأطفال يعني بالخصوص على شاشتنا. شوف هذا الشيء يعني يقصد انه مو من التعدديه بشكل عام، يعني انه برنامج خاص للطفل فقط، فنافذه انه نفتحها للطفل فقط. النوافذ انه لان تعرف انه الطفل جانب. مثل الهارد انه يستقبل اي معلومه لكن جديده. لكن من الضروري وانا حقيقه اشد على ايديكم بهذا المقترح انه تكون برامج خاصه بالاطفال يعني. حتى وان يكون يوم الجمعه مثلا باعتبار كنت. انه العطله الأسبوعية برامج خاصة بالأطفال تبعث رسائل إلى الأطفال تنمي شخصياتهم من خلال أشخاص متخصصين بهذا الجوانب. فمن المهم أنه تتخصص القناة أو يكون حصة للأطفال في قناة الإمام الحسين عليه السلام بالفعل، لأن حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، لأن هو يكون مثل الأرض الجاهزة الخصبة أكيد. الأرض الخصبة نعم. أي شيء جاهزة للزراعة راح تكون أكيد. تحصل طيب أكيد. أستاذ محمد، بالنسبة للمواضيع اللي تختاروها مثلا اليوم أنه فد موضوع محدد عن الأسرة بشكل نعم. عام، طيب المواضيع اللي تجهزون لها اللي تعدوها يعني يصير متفق عليها مثلا، يعني مثلا متفق انه اليوم ويا عمار مثلا شاركه مثلا بالقصه الفلانيه عن المثل الفلاني نعم. انه تابع للموضوع اليوم لو انه ماكو تجهيز مسبق. لا، هو كل فقره من فقرات البرنامج بالدوره البرامجيه الاخيره اللي احنا بصدد يعني عملها في هذه الفتره لها كاريزما خاصه تختلف أكيد. عن الاخرى نعم. لها فحوى خاص، محتوى خاص اكيد، بوقت محدد بحسب الاهميه. يعني احنا مثلا فقره فقه الاسره معطينها من 5 دقائق الى 6 دقائق بس اكيد بس يعني وقت مقسم للفقرات ممله من قبل المتلقي. صحيح عندنا فقره محطات ايضا من 4 دقائق الى 5 دقائق، فقره ميادين اللي من خلالها نستضيف شخصيات اكيد يعني لها بصمه ابداعيه سواء على الصعيد الثقافي الاجتماعي الفني الاكاديمي غيره، معطينها مساحة أكبر تكاد تكون هي أكبر المساحات بالفقرات تقريبا من 10 إلى 12 دقيقة أكيد. يكون عبر الاتصال الهاتفي كل يوم كل حلقة نستضيف شخصية معينة بمجال وتخصص مختلف عن الآخر نعم. فحتى نستفاد من هذه المعلومات باعتبار أنه ودائما طبعا نحرص على أنه الشخصيات اللي نستضيفها شخصيات إلها ثقل بالمجتمع وإلها فعلا لمسة إبداعية وبصمة في المجتمع حتى نستفاد من وجودهم. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني طبعا التنسيق مع بهذه الفقره المعروف انه جناب السيد بهاء هو اللي يعني ينسق على اكيد تنسيق مسبق يكون للحلقات القادمه، لكن انا حرصت على انه لمشاغله طبعا والتزاماته الكثيره حرصت على انه اني اكون منسق لهذه الفقره. اكيد لازم تكون بصمتك الخاصه باعتبار أكيد. برنامجك وتحاول انه تنميه اكثر، اعرف لمن استضيف أكيد. شنو المحور اللي ممكن انه ينفع الناس
أكيد. بهذا اليوم تحديدا أكيد. او بهذه الحلقه تحديدا فيكون حتى التنسيق مع الضيوف من خلالي مباشره يعني كمعد البرنامج. جميل جدا. وانا احد الضيوف اللي انت استقبلتهم الدكتوره ابتسام النوري. حياكم الله دكتوره. السلام عليكم. تحياتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكم هذا الانجاز الرائع سنتي دكتوره. نعم في برنامج نواف الحياه. وابارك لي الزميل والاخ والصديق الاستاذ محمد لهذا التكريم اللي يستحقه. الله يبارك فيكم دكتورة. دكتورة بشكل عام ما رأيكم بقناة الإمام الحسين الفضائية وما تقدمه من برامج وبالأخص برنامج نوافذ الحياة؟ طبعا هي القناة وما يقدم بها من برامج ومن فقرات هي بالنسبة لكم يعني وأنا هنيئة لكم هي خدمة للحسين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم خدام الحسين. آمين. القناة هي بصحواها هي رسالة إعلامية والرسالة الإعلامية تحمل في طياتها العديد من المواضيع أحسنت. التي تهم الأسرة وتهم الشارع العام وتهم الطفل والمراهق وحتى الشيخ الكبير أكيد والمرأة أحسنت. نعم فمن مواصفات الناجحة لأي برنامج هو شموليته وتحدث ببساطة مع مختلف فئات المجتمع. مثل ما تعرفون حضراتكم انه البرنامج يشاهده كل الناس بغض النظر عن اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية. اكيد. ما انجح برامجكم وما جعل قناتكم مميزة لانها تنزل الى المستوى الانسان البسيط. تقدم المعلومة بشكل علمي أحسنت. وبشكل نظري وبشكل جدا رائع لكن بأسلوب بسيط بحيث توصل المعلومة بهذا الأسلوب البسيط إلى أبسط إنسان اللي قاعد بالقهوة يسمعكم السائق بالسيارة أيضا أحسنت. يسمعكم مستويات متعددة. نعم بالفعل. زين دكتورة ما شنو اللي يحتاجه اليوم الإعلام الحسيني حتى يخدم الأسرة الشيعية؟ طبعا هو المواضيع اللي تخص الاسره مثل ما تعرفون حضراتكم بانه احنا نتعرض الى غزو ثقافي من خلال غزو افكار بناتنا وشبابنا بل وحتى الاطفال. نحتاج منكم لانه تكثفون من برامجكم التوعويه اللي تخص هكذا فئات احنا نسميها فئات جدا مهمه بالمجتمع وسهلة الاختراق خصوصا في مرحلة المراهقة. صح. لأن مرحلة المراهقة مرحلة التذمر والتنمر على القوانين. صح. وهذه المرحلة يعني ممكن أن تكون سهلة وصعبة في نفس الوقت بحسب أسلوب التعامل مع المراهق. أكيد. كل علماء النفس أكدوا بأنه المراهق هو يمر بثورة عارمة من الهيجان في كل النواحي. أحسنتي. يعني حتى لو كان هو على خطأ أيضا يحس روحه أنه إنسان مظلوم والكل صاير مسوي ضغوطات عليه يعني بمختلف الأمور الحياتية. مو بس هاي أستاذنا مو بس هاي الإعلام المضاد يقدم للمراهق صورة تنبيه عن القيم أكيد. اللي ورثها من أهله. أحسنتي. فيعطوه رسالة بأنه يجب أن تدمن عن المخدرات، يجب أن تدمن عن الكحول، لأنه من الطبيعي أنه كبرت وصرت رجل ولازم تستقل برأيك. فتعرف انه مرحله المراهقه مرحله التقليد. نعم ست قصدي انا هذا حواري قصدي يعني انه من تصير عليه ضغوطات انه راح ينجرف الى غير امور. ينجرف اذا لم يجد من يسمع. أكيد. يعني اذا لم يجد شخص يهتم به. اكيد. فاذا تكتفون بهذه برامجكم أحسنت. والام تشوف هذه البرامج وتتعلم من الضيف اللي تستضيفوه وايضا تاخذ معلومات ثقافيه من الاستاذ محمد اللي يتصف بثقافه عاليه باسلوب الحوار السلس السهل بعدم ارتباطه اثناء الحديث بقدرته على التواصل مع كل فئات المجتمع بجرؤته بقوته بنفسه الطويل وبباله الاطول. هاي المواصفات الموجوده عند الاستاذ محمد وغيره من المقدمين. ممكن انه تسمع الام هذا الشيء ممكن الاب ممكن المراهق اللي يتنمر على العادات والتقاليد يسمع هذا فيرجع الى عقله ويرجع الى ضميره. إذا هاي نعتبرها احنا رسالة من حضرتك توجهيها للأستاذ محمد حتى انه يكثف الأمور الخاصة التابعة للطبقة اللي حضرتك ذكرتيها واللي هم طبقة المراهقة. وأستاذ محمد طبعا موجود يسمعك. نعم
نعم استاذ محمد ما يحتاج هاي، استاذ محمد يمتلك مواصفات مثل ما تعرفون انه مقومات ومواصفات المذيع الناجح اكيد فعلا اكيد مجال التخصص يعني اكيد هو استاذنا مثلا اكو مذيع تلفزيوني اكو مذيع اذاعي اكو مذيع سياسي اقتصادي فني رياضي نعم. في شخصية استاذ محمد مو لانه هو زميل صحيح اكيد فيه. اكيد يعني متجمعة هذه المواصفات في شخصيتك فضلا عن إتقان اللغة العربية السليمة أكيد. اللي هي من أولويات عمل المذيع يمتلك موهبة أيضا يحسن الإلقاء وصوت جمهوري ومخارج حروفه واضحة أحسنتي. أيضا يمتلك قدرة على المراوغة في بعض المواقف المحرجة على الهواء مباشرة فضلا عن أنه سريع البديهية لتلافي الأخطاء اللي قد تحدث من قبله أو من قبل الضيف كانوا يتفاجئ مثلا بفقدان النص المطلوب او ياتي اتصال مزعج او مثلا تجي مثلا يعتبر ضيف عن الحضور بدون يفاجئه لكن هو مستعد لظروف طارئه يعني انا كان برنامجي انه يمتلك اطلاع وثقافه واسعه عن المستجدات وايضا المام بكل المواضيع حتى يتمكن من اداره الحوار فضلا عن نقطة جدا مهمة في شخصية أستاذ محمد انه صبور ومتمالك في انفعالاته جدا 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 وهادئ وايضا محب لعمله ومؤمن بنجاحه اكيد فضلا عن انه هو يحب يطور نفسه ويتعلم من تجارب الاخرين وايضا ما يقلد التقليد الاعمى لاعلاميين مشهورين سابقين اليه اكو نقطة مهمة كلش عجبتني من البرنامج انه هو اسمه نوافذ الحياة صح ماخذين لكل موضوع نافذة الطفل نافذة الحرف والصناعات نافذة المبدعين نافذة استكان الشاي فضلا عن محور الحلقة المهم اللي تناولت ايضا طبعا استاذ محمد ترك بصمته الخاصة على البرنامج لأنه كرس وقته وجهده في هذا المجال أكيد. وأيضاً بتواضعه بتلقائيته بعدم تصنعه بعدم غروره على الناس وعلى زملائه بالعمل يحترم المهنة ويفي بمتطلباته صحيح. أيضاً يلتزم بالمواعيد ويتصل باللباقة والابتسامة الحقيقية وليس الابتسامة المتصنعة ولا الابتسامة الصفراء ايضا نقطة كل هاي النقاط راح يعني الخصها بنقطة واحدة في شخصية استاذ محمد نعم هو يمتلك صفة القبول لدى المتلقي صح اولا الكاميرا تحبه والمتلقي يعني يتصل بالقبول من قبله ومع محافظته على اناقته ومظهر الان دون تكلف جائز صحيح دكتورة ابتسام الله يحفظكم شكرا لكم وعلى هذه اذا كان الله يبارك فيكم ان شاء الله تستمعيني دكتوره حقيقه انا كنت استمع الى حروفك والى هذا الاطراء حقيقه اني ابقى اصغر مما وصفتيني به حقيقه وهذا يعني حقيقه خجلتينا وشهاده اعتز بها من حضرتك انا لا اجامل انت صريحه انت صريحه لكن لربما هذه المره الاولى اللي انا يمكن اسمع رايكم بشخصي ان شاء الله المتواضع وانا خادم ان شاء الله لكل شرائح مجتمعنا ولحضراتكم لكن حقيقه ما ذكرتيه هو يزيدني اصرار على تقديم الافضل والانمى الى جمهورنا باعتبار انه الاسره الحسينيه الاسره المسلمه بشكل عام تستحق منا الكثير وبكل تأكيد كل ما ذكرتيه عن شخصية محمد علي الربيعي لا يأتي شيء أمام عطائكم دكتور ابتسام النوري أنت الأستاذة في مجال علم النفس والمتخصصة ونحن نتعلم منكم حقيقة هذا العطاء وهذه التضحية من أجل هذا المجتمع شكرا لكم وشكرا للإطراء دكتورة ابتسام وأبارك لكم مرة أخرى وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وشنو الأشياء اللي احنا نقدمها لهذا البرنامج هو ضمن خدمتنا الحسينية الإمام حسين عليه الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم شكرا للدكتورة ابتسام النوري وحياكم الله وشكرا على المعلومات المثمرة حقيقة وإن شاء الله نتمنى لكم موفقية أكثر وأكثر في خدمة المجتمع وفي خدمة محمد وآل محمد مشاهدينا نروح فاصل ونرجع وياكم أودع الله سبحانه وتعالى الشفاء فيها ومن على أقدس بقعة في الأرض يعتلي صرح حسيني شامخ يطل على قباب القداسة ورياض الرحمة
ونستنشق من نوافذه عبق النبوة المحمدية وعطر العفة الزينبية، صادحا بذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنها دار السجاد عليه السلام في كربلاء المقدسة، مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية بلغاتها الخمس ووكالاتها الإخبارية. طابقها الأسفل سرداب خصص لخدمة الزائرين الكرام، أما طابقها الأرضي فهو حسينية بجناحين للنساء والرجال، مشرعة الأبواب على مدار السنة. الأول قاعة خصصت للمؤتمرات الدينية والندوات الثقافية والمهرجانات الحسينية، والطابق الثاني فيها مخزن ووحدات للصيانة. الطابق الثالث مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الأولى الناطقة باللغة الفارسية، وطابقها الرابع مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثانية الناطقة باللغة العربية. أما الطابق الخامس فيها فيضم مكتب قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثالثة الناطقة باللغة الإنجليزية، ومقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الرابعة الناطقة بلغة الأردو، والطابق السادس مخصص لقناة الزهراء عليها السلام الناطقة باللغة الآذرية ووكالة شيعة ويفز الإخبارية. نصل إلى الطابق السابع سنكون في استوديو المخيم الحسيني. أما الطابق الثامن في هذا الصرح الحسيني الشامخ فقد خصص لغرف التحكم، والطابق التاسع يضم استوديو باب القبلة، وهناك غرف تحكم أخرى في الطابق العاشر. صرح رصف حجره بنبض قلوب المؤمنين، وارتفع أساسه بهمة الموالين كجسد توحدت خلاياه من مختلف الجنسيات والقوميات والثقافات والأعمار، وحدها حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فما الذي يمنعك من أن تجعل لك فيه ولمن تحب صدقة جارية على طول السنين، تنفعك في الدنيا بقضاء الحوائج وفي الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. التفت لغدك ويومك القادم، واجعل لنفسك ولأهلك ولوالديك أثرا حسينيا تقف عليه غدا بين يدي الزهراء عليها السلام، أبيض الوجه نقي القلب ببركة خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم أخواتنا وأحبتنا، رجعنا لكم بعد الفاصل اللي شاهدتوه اللي تحدث عن بناية قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية اللي راح تكون صادحة بذكر محمد وآل محمد، واللي تتكون من 11 طابق هادفة ناطقة لخدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين، واللي تتحدث بخمس لغات. وإن شاء الله بجهودكم وبركة عطائكم إن شاء الله راح تستمر هذه البناية وراح تكمل إن شاء الله. انضافت لنا للحلقة ضيفة جديدة وهي حياها الله سيدة مودة محمد علي. سيدة مودة محمد علي الربيعي الآن حياك الله عمو الآنسة مودة محمد الله يحفظها الله يحفظها. أصغر أولادي وبناتي الله يحفظها. عمرها 4 سنوات، احتفلنا بعيد ميلادها يوم 30/5 ما شاء الله العمر كله 4 سنوات
وايضا محبة للاعلام طبعا. أكيد. هي واخوها مؤمن قريبين بالعمر، فمؤمن عمره 6 سنوات وايضا ريثاج عمرها 4 سنوات، بس الاطفال طبعا اما الكبار بحث اخر. انا عندي 6 اولاد. استاذ محمد العفو اسالك سؤال بعد، انت مو ملزم انه تجاوب او ما تجاوب بصراحه براحتك. السيره الذاتيه الاستاذ محمد علي الربيعي. محمد علي الربيعي بكالوريوس تربيه تاريخ وادرس علم النفس الان. متزوج، عندي 6 اولاد، 3 بنات و3 اولاد. ابني البكر سجاد يعني على اعتاب الجامعه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ويعني العنوان الوظيفي مسؤول مركز رعايه الشباب بالعتبه الحسينيه المقدسه. ما شاء الله. معد ومقدم برامج في قنواتنا الشيعيه وفي عالمنا. أكيد. الشيعي. ناشط شبابي، ناشط مدني، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين. ما شاء الله. عضو اتحاد الكتاب العرب، و يعني عندي الكثير من المشاركات الشبابية والاجتماعية الحمد لله والشكر. كل هذا الحمد لله. الله ان شاء الله هاي كلها مكتوبة لك اولا في صحيفتك وفي سجلك الله يبارك الاعلامي اولا، وثانيا اكيد كل عمل تقوم به انه لخدمه سيد الشهداء والمجتمع العام ان شاء الله. ايضا مكتوب في ميزان حسنات. اكبت قضيه اني في بعض الاحيان احنا نشوف بعض العبارات مكتوبه عن اهل البيت هنا وهناك. صحيح. لكن في بعض الاحيان ما نقف وقفه جاده، وقفه تامليه لهذه العبارات حتى نترجمها بواقع معاش على حياتنا. مثل ما تعرفون طريق الإمام الحسين طريق وعره، على اعتبار أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. صحيح. طريق الحق طريق متعب، وإحنا علينا عبء كبير باعتبار أنه قريبين من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولدينا رسالة. هذه الرسالة يجب أن نؤديها على أتم وجه. أكيد. انطلاقا من مثل ما ذكرت قبل قليل انه نمتلك كل شيء الان، فما عندنا حجه. أكيد. كل شيء نمتلك، فعلينا انه نضاعف الجهود بالقدر المستطاع. صحيح. في يوم من الايام هذه الحادثه قبل سنتين في طريقي الى عملي بالصباح اللي هو بجوار الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سواء ك يعني مركز الشباب او القنوات اللي اعمل بها ومنها قنوات قناه الامام الحسين. نعم. عليه السلام الفضائيه. نعم. وجدت عباره موجوده على احد الجدران تحديدا في شارع السدره لحد ان اذكرها وامر عليها في كل يوم احتاج الى ان اتقرب للامام الحسين اكثر. صح. هذه العباره مكتوب عليها كل ما عندنا فهو من الحسين. الله جميله حقيقه. انا كنت مار وكنت مستعجل لانه يومي حقيقه اللي اعيشه يوم مشحون من الصباح وحتى المساء. صحيح. فمشيت خطوات بعد ما صارت عيني على هذه العباره، رجعت وقفت امام هذه العباره. هذه قبل سنتين الحادثه. فتأملت هذه العبارة، عبارة المحبين، عبارة الموالين، أنه كل ما عندنا فهو من الحسين. أكيد. ومن الله ببركات الحسين. أكيد. طبعا سلام الله. لكن أكيد. نختصر يعني. صح. في هذه العبارات. أنا تفكرت تدبرت اسم محمد علي الربيعي، مكانة محمد علي الربيعي، كل ما يمتلك هو ببركات الحسين. أكيد. فرجعت وحقيقة حتى كنت يعني في وقتها نسيت شنو المشوار اللي أنا متوجه له. فرجعت إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقفت أمام الضريح مباشرة ودمدمت بكلمات مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي كالآتي: مولاي، كل ما لدينا من بركات هي كل ما لدينا من وجود هي ببركات وجودك. فبالمقابل ومن باب أن نقدم لك ولو جزء يسير جدا قد لا يذكر من الوفاء. أكيد. أمام أو قبال ما قدمته لنا ولهذه الأمة بالكامل من يوم استشهادك إلى يوم يبعثون، فأنا قبال هذا أنذر لك نفسي ومالي وولدي وكل ما أملك، قبال أن أكون خادما صغيرا خادما متواضعا لك يا مولاي أبا عبد الله. من ذلك الوقت حقيقة قمت لا أكترث إلى الوقت اللي أقضيه
بخدمة الإمام الحسين، حتى عيالي حتى أولادي حتى بيتي حقيقة عرفوا هذا الـ هذا الـ هذه التضحية وهذا المشوار وهذه الخدمة، أن كل ما نملك فهو للإمام الحسين ونذر للإمام الحسين. كل حياتنا إن شاء الله حسين. ويانا أستاذ محمد البخاري، حياك الله أستاذ محمد البخاري. حياك الله أستاذ أحمد، وتحياتي للأستاذ محمد الربيعي، حياكم الله. حياكم الله، الله يحفظكم إن شاء الله، وشرفتونا حقيقة. أنتم كنتم أحد ضيوف برنامج النوافذ الحياة، صحيح؟ نعم. حضرتك من أحد اللي قاموا بالمداخلات في برنامج نوافذ الحياة، جنابك هم تحدثتوا أو أنه حاولتوا أنه تطورون من هذا البرنامج بشكل عام، أو يعني أنه جنابكم شلون يعني محاور البرنامج مثلا اليوم يتحدث عن موضوع خاص للأسرة، طيب حضرتك أنه حاب أنه تستمرون بهذا العمل حتى تطورون البرنامج أكثر وأكثر؟ طبعا أنا علاقتي بالعزيز محمد علاقة ثقافية حوينة، أكيد وجب علينا هذه العلاقة وفق المنهج الثقافي لمدرسة محمد وآل محمد، نتلاقى كثيرا وننبج كثير من الأفكار والطروحات التي يجب أن تصل إلى الأسرة بدءا وإلى المجتمع ثانيا وإلى تنوع المعرفة الكبير على مستوى ربما راحة تركية تبع المتلقي، حتى لا يمكن تحديثات الحياة أن تحط عليه ربما تجعل من بعض الطروحات تذكر برمية والسفية والتقاطير العقائدية حاجة دقيقة على نفسه، فهناك تنوعات جميلة في البرنامج. نشد على هيئة الإعداد والأخ محمد في تناولها جادي، ولكن ربما أنا تكلمت مع الأخ الحبيب محمد على أهمية اليوم تبعين جميع هذه البعد العقائد. أكيد هذه الموجة في نوع من الانتفاع الثقافي لزراع القرارات وزراع الهويات الموجه للشخصية الإسلامية والشخصية الشيعية، خصوصا لأنها تمثل اليوم النوع الوحيد في الساحة الثقافية أمام طاولة المدرجات الأخرى الداخلية للبيت الداخلي. هنا أجد محمد جميل جدا استعادة لكثير من القوانين. طبعا الأجمل تواضعه في طلب العلم والإفادة من أخوته من الصغير والكبير، من الباحث والكاتب، من الإنسان العادي والإنسان المثقف. هذه الروحية البديلة حقيقة في تواضعها العلمي تعطينا نوع من الأمل في أن يكون في صوت محمد أثر كبير إن شاء الله في هذا البرنامج وباقي البرامج. أحسنتم أستاذ. ما هو تقييمكم للخطاب الإعلامي الموجه للمجتمع على عموم يعني عموما على الشاشات المعروفة بأنها شاشات حسينية تخدم المجتمع من خلال تراث أهل البيت سلام الله عليهم؟ يعني تقييمي للخطاب الإعلامي وخاصة قنواتنا الفضائية تقييمنا الأكثر غير راضون عنها، ولكن نجد ثمة مقاييس أخرى يجب أن نتلمسها في جدوائية ما تطرح أو يطرح في قنواتنا الفضائية، وهو خوف الآخر منها. يعني أمس وقبل أمس عزيز محمد أردنا أن البنتاغون أوقف بعض المواقع منظمة قناة كربلاء وبعض المواقع الدينية، وهذا دليل على أثر هذه المواقع في الواقع السعودي. ربما نحن لن نلتفت إلى اكتشاف استقرائي عددي بتأثير هذه المواقع، ولكن نتلمسها من خوف الآخر منه. أنا ناظر إلى نقطة أهم عزيز محمد. أنا ناظر إلى ميزان محمد باسم محمد الزهورة يمتلك التفوق الإعلامي الكلي بما أو بكل ما أخرجته أو يسيقص العقل الإنسان. سنت. أهل البيت يعطونا فرصة لإخفاض كلمة واحدة لمفادها. يعني احنا ربما عندنا طموح انه نتفوق على الانتسي ونتفوق على ربما قنوات غربية، هذا الطموح مشروع وهو واجب علينا في جانب التفوق، ولكن لا نخفض حاجة المجتمع والتنوع الاجتماعي كل مجالات الدراسية، فيها الانسان البسيط، فيها الطالب، فيها المثقف، فيها المرأة الطبيعية، فيها المرأة الدكتورة، كل هذا التنوع يحتاج الى تنوع ايضا.
أكيد. يعني ما نقدر نستحي لاحباط مثال 100% هذه المثالية لا وجود لها الواقع مطلقا. فعلينا أن نلتفت إلى حاجة الواقع الاجتماعي والتنوع الاجتماعي كل إلى كل الخطابات التي تعطيها قنواتنا الفضائية. نعم. الدينية. هذه يجب أن لا تجعلنا نحبط بل تجعلنا ندعو أو نتأمل أو نشكل جهودنا على قراءة الفكر الآخر المعاكس. فوضع آليات الضد النوعي في أبعاد مختلفة أيضا في البعد التربوي، البعد العقائدي، البعد الثقافي، البعد التنموي. أنا أشعر أن التنمية البشرية مقدمة هي ماكرة جدا في عزو العقل الإصلاحي على محمد وآل محمد. أحسنت. يكون القدوة غير محمد وآل محمد في أخذ العلوم. اللهم صل على استاذ محمد. عفوا المقاطعه، احنا كان بدنا انه نسمع الكثير من المعلومات، هذه المعلومات المثمره، ولكن تعرف لضيق الوقت ولضيق وقت البرنامج احنا حبينا نستفاد من عندك باختصار شديد، باختصار شديد لضيق البرنامج. عفوا يعني كنت احد ضيوف برنامج نوافذ الحياه وضيف استاذ محمد الربيعي. ما هي كلمتك للقناة والكلمة للبرنامج باختصار؟ عفوا. القناة رائعة جدا وهي تتبع منهج محمد وآل محمد صلى الله عليه. فقط أنا أؤكد على تقديم جميع تنوع البرامج في ثلاث مناطقين في البعد العقائدي، فأشد على يد أخي محمد في توظيف الأبعاد الأخرى الثقافية، التنمية البشرية، علم النفس اللي هو ايضا له ضلع فيه جيد، الى توصيل المعلومه الايجابيه والقدره على تقبل صناعه تمقابليه قبول الاخر الى ما يطرح من هذه القناه عموما وليس برامجه خصوصا. فمسؤوليتنا ومسؤوليه محمد ومسؤوليه كل مقدم او فرد مصور او مخرج او مدير للقناه هو التعاون في صناعه وياها خطاب واعي جدا في ظل المعترك. شكرا لك استاذ محمد وشكرا لقبول الاستضافه وحياك الله. نرجع وياكم كلمه اخيره. الله يبارك فيكم. طبعا قبل كلمتي الاخيره اود يعني ان اشكر استاذي الاستاذ محمد البخاري اللي هو طبعا عنوان الوظيفي مسؤول قسم البرامج الدينيه في قناه العراقيه وله بصمه اكثر من رائعه في عالم الاعلام الحسيني، فاشكر على هذا الاطراء. وبكل تاكيد انا اتبادل مع اخي واستاذي محمد البخاري في كثير من المجالات الثقافيه، وان شاء الله لدينا مشاريع ايضا مستقبليه إن شاء الله. إعلامية سواء على صعيد قناة الإمام الحسين أو بقية القنوات الفضائية إن شاء الله. مشوارك كله ناجح وإن شاء الله، الله يبارك قادم نجاح أكثر إن شاء الله ويحقق مشاهدات أكثر وفائدة أكثر للمجتمع سواء كان العراقي أو المجتمع اللي يشاهد قنوات الإمام الحسين عليه السلام. أستاذ محمد إن شاء الله شرفتنا بحضورك. شكرا جزيلا. أسرة شكرا وكادر شكرا جزيلا. الله يبارك. الحسينية حبوا أنه يهدوا لك الدرع على ما قدمته. شكرا. من عطاء في هذه القناة وإن شاء الله يا رب التوفيق والسداد. شكرا الحسينية. احنا كنا تحت. شكرا. إن شاء الله أنت أحد الأوتاد القائمة عليها هذه الخيمة الحسينية إن شاء الله. شكرا لهذا الدعم لهذا التشجيع، وهذا حقيقة وسام أضع في قلبي ويزيدنا إن شاء الله إصرار على تقديم الأفضل. شكرا لإدارة القناة وشكرا لفريق العمل في برنامج الخيمة الحسينية. شكرا لك على قبولك للاستضافة. حياكم الله. حياك الله. الله يبارك. مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولكن انتظرونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد في محور جديد من محاور الإمام في محاور برامج الإمام الحسين عليه السلام. إلى هنا تنتهي حلقتنا ونلتقيكم السبت القادم. خادمكم الحسين وسيد عماد الحكيم، إلى اللقاء. في أمان. يا خيمة يا خيمة يا خيمة لمت براحب ظل